مدرسة منورة السالم، قسم الدمج التعليمي، مادة العلوم، الصف الأول الإعدادي. الدرس الأول: الاتحاد الكيمياء. يبلغ عدد العناصر المعروفة حتى الآن 118 عنصرا، يمكن تصنيفها إلى فلزات ولا فلزات وغازات خاملة. الفلزات عناصر صلبة ما عدا الزئبق الثاني، لها بريق معدني جيدة التوصيل للحرارة وهي جيدة التوصيل للكهرباء، قابلة للطرق والسحب والسلق. تحتوي المستوى الخارجي على 1 أو 2 أو 3 إلكترون، تميل إلى فقد إلكتروناتها الخارجية أثناء التفاعل الكيميائي لتتحول إلى أيون موجب. مثال: الصوديوم Na11 أو والمغنيسيوم Mg12 والألمونيوم Al13. اللا فلزات بعضها صلبة وبعضها غازية، وعنصر سائل البروم، عنصر واحد بس هو السائل هو البروم، ليس لها بريق معدني رديئة التوصيل للحرارة، رديئة التوصيل للكهرباء ما عدا عنصر الكربون الجرافيت، غير قابلة للطرق والسحب والتنمية. تحتوي في المستوى الخارجي على 5 أو 6 أو 7 إلكترون، تميل إلى الاكتساب الإلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي وتتحول إلى أيون سالب. مثال: الكلور 17 والأكسجين 8 والنيتروجين 7. الرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية رابطة تنشأ عن قوة تجاذب كهربي بين أيون موجب وأيون سالب. مثال: كلوريد الصوديوم NaCl. Na موجب بيفقد الإلكترون وCl سالب بيكتسب إلكترون. العناصر الخاملة. العناصر الخاملة لا تشترك فيها التفاعلات الكيميائية في الظروف العادية لاكتمال مستوى طاقتها الخارجي بالإلكترونات وتكون منفردة. الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية رابطة تنشأ بين اللافلزات عن طريق مشاركة كل ذرة بعدد من الإلكترونات، يكمل المستوى الطاقة الخارجي لها. يعني الرابطة التساهمية بتكون لافلز ولافلز، زي الرابطة مثل الرابطة التساهمية الأحادية، تشارك كل ذرة بالإلكترون واحد مع الذرة الأخرى باسم جزيء الهيدروجين. الرابطة التساهمية الثنائية تشارك كل ذرة بالإلكترونين مع الذرة الأخرى مثل جزيء الأكسجين. الرابطة التساهمية الثلاثية تشارك كل ذرة بثلاث إلكترونات مع الذرة الأخرى مثل جزيء النيتروجين. الدرس الثاني: المركبات الكيميائية. التكافؤ. التكافؤ عدد الإلكترونات التي تعطيها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. هنقول مع بعض تكافؤات العناصر على عناصر فلزات: ليثيوم رمز Li أحادي، بوتاسيوم K أحادي، صوديوم Na أحادي، كالسيوم Ca ثنائي، مغنيسيوم Mg ثنائي، ألمونيوم Al ثلاثي، خرسين Zn ثنائي، حديد Fe. ليه 2 تكافؤ، واحد أحادي والثاني ثنائي. الرصاص Bb ثنائي. النحاس ليه تكافؤين، واحد أحادي والآخر ثنائي. الزئبق Hg ثنائي. الفضة Ag أحادي. الذهب Au ثلاثي. أما العناصر اللافلزات: الهيدروجين الرمز H التكافؤ أحادي، الأكسجين الرمز O التكافؤ الثنائي، النيتروجين ليه تكافؤين N الرمز N ثلاثي وخماسي، كلور Cl أحادي، فلور أحادي، بروم Br أحادي، يود I أحادي، كبريت S. ليه 3 تكافؤات ثلاثي ورباعي وسداسي. الفسفور P
ثلاثي وخماسي، الكربون سي رباعي. المجموعة الذرية، المجموعة الذرية مجموعة من ذرات العناصر المختلفة المرتبطة مع بعضها البعض، وتسلك في التفاعل الكيميائي سلوك الذرة الواحدة، ولها تكافؤ خاص بها، ولا توجد في حالة انفراد. المجموعة الذرية هيدروكسيد OH أحادي، نترات NO3 أحادي، بيكربونات HO3 أحادي، أمونيوم NH4 أحادي، نيتريت NO2 أحادي، كبريتات SO4 ثنائي، كربونات CO3 ثنائي، فوسفات BO4 ثلاثي. الصيغة الكيميائية، الصيغة الكيميائية هي صيغة رمزية تعبر عن نوع وعدد ذرات العناصر المكونة للجزيء، ويعبر عن جزيء المركب بصيغة تسمى الصيغة الجزيئية أو الكيميائية التي تعبر عن عدد الذرات ونوعها في الجزيء. مدرسة منارة السالم، قسم الدمج التعليمي، مادة العلوم، الصف الأول الإعدادي. الأحماض، الأحماض هي مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات هيدروجين موجبة H. خواص الأحماض: لا طعم لها، تحول لون ثورة عباد الشمس إلى اللون الأحمر بسبب وجود أيون الهيدروجين H. حمض الكبريتيك H2SO4، حمض الكربونيك H2CO3، حمض النيتريك HNO3، حمض الفوسفوريك H3BO4، حمض الهيدروكلوريك HCl، حمض البروميك HBr. الأحماض المعدنية تبدأ صيغتها الكيميائية بالهيدروجين مرتبطا بإحدى المجموعات الذرية السالبة، ما عدا مجموعة الهيدروكسيد مثل حمض الكبريتيك H2SO4 أو حمض النيتريك HNO3. وقد يرتبط الهيدروجين ببعض العناصر اللافلزية مثل الكلور أو البروم، ومثل حمض الهيدروكلوريك HCl. قلويات، القلويات هي مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات هيدروكسيد سالب OH. خواص القلويات: لها طعم قابل، تحول لون ثورة عباد الشمس إلى اللون الأزرق بسبب وجود أيون هيدروكسيد OH. أمثلة: هيدروكسيد الصوديوم، الصودا الكاوية NaOH، هيدروكسيد البوتاسيوم، بوتاسيوم الكاوية KOH، هيدروكسيد الكالسيوم، ماء الجيل COH كل 2، هيدروكسيد الألمونيوم ALOH كل 3. الأكاسيد، الأكاسيد تنتج من ارتباط الأكسجين بالعنصر سواء كان العنصر فلز أو لا فلز. أمثلة: أكسيد الصوديوم Na2O، أكسيد الألمونيوم ALO3، ثاني أكسيد الكربون CO2، ثالث أكسيد الكبريت SO3، أكسيد الكالسيوم CaO، ثاني أكسيد الكبريت SO2. الأملاح، الأملاح تنتج الأملاح من اتحاد أيون فلز موجب أو مجموعة ذرية موجبة مع مجموعة ذرية سالبة أو أيون لا فلز سالب ما عدا الأكسجين. توجد أملاح ضمن مكونات القشرة الأرضية أو الذائبة في الماء. تختلف الأملاح عن بعضها في الطعم واللون والرائحة وفي درجة ذوبانها في الماء. أملاح تذوب في الماء
كلوريد الصوديوم ملح الطعام NaCl كبريتات البوتاسيوم K2SO4 نترات الكالسيوم CaNO3 الكل 2 كبريتيت الصوديوم Na2S أملاح لا تذوب في الماء كلوريد الفضة AgCl يوديد الرصاص PbL2 كبريتات الرصاص PbSO4 كربونات المغنيسيوم MgCO3. الدرس الثالث المعادلة الكيميائية والتفاعل الكيميائي. أهمية التفاعلات الكيميائية. الخطوات: أشعل شريط من المغنيسيوم في الهواء. الملاحظة: تغيير شكل المغنيسيوم من المادة صلبة لامعة إلى مسحوق أبيض لمادة جديدة هي أكسيد المغنيسيوم MgO. المعادلة الكيميائية اللي عندنا 2Mg زائد O2، المثلث ده يدل على علامة الحرارة. 2MgO ده أكسيد المغنيسيوم ودي المواد الناتجة. طيب الاستنتاج: الطاقة الحرارية أدت إلى كسر الرابطة التساهمية الثنائية في جزيء الأكسجين اللي هو O2 وتحول إلى ذرتين من الأكسجين النشط، ثم ارتبطت كل ذرة أكسجين بذرة مغنيسيوم مكونة جزيء أكسيد المغنيسيوم. المعادلة الكيميائية هي مجموعة من الرموز والصيغ الكيميائية تعبر عن جزيئات المواد الداخلة في التفاعل الكيميائي والمواد الناتجة من التفاعل وكذلك شروط حدوث التفاعل إن وجد. يشترط في المعادلة أن تكون الموزونة، بمعنى أن يكون عدد ذرات العنصر الداخلة في التفاعل مساويا لعدد ذراته الناتجة من التفاعل. مجموع كتل المواد الداخلة في التفاعل يساوي مجموع كتل المواد الناتجة من التفاعل، بما يحقق قانون بقاء الماء، ولذلك يجب أن تكون المعادلة موزونة. قانون بقاء المادة: مجموع كتل المواد الداخلة في أي تفاعل كيميائي يساوي مجموع كتل المواد الناتجة عنه. أنواع التفاعلات الكيميائية: تفاعلات الاتحاد المباشر، تفاعل عنصر مع عنصر يتحد الكربون اللافلز مع الأكسجين اللافلز مكونا ثاني أكسيد الكربون، يتحد المغنيسيوم الفلز مع الأكسجين اللافلز مكونا أكسيد المغنيسيوم، تفاعل عنصر مع مركب يتحد الأكسجين مع غاز أو الأكسيد الكربون مكونا ثاني أكسيد الكربون، تفاعل المركب مع المركب عند تقريب صاج زجاجية مبللة ومحلول حمض الهيدروكلوريد. المركز إلى فوضى أنبوبة اختبار تحتوي على قليل من المحلول الأمونيا ينتج أبخار غاز النشاط NH3 فتتكون سحب بيضاء من كلوريد الأمونيا. التفاعلات الكيميائية في حياتنا: تلعب التفاعلات الكيميائية دورا أساسيا في حياتنا، فمنها خلالها يتم تحضير الآلاف من المركبات التي تستخدم في كثير من الصناعات مثل صناعة الأدوية والأسمدة والوقود والبلاستيك وغيرها. إلا أن جدع التفاعلات قد يكون لها أيضا جوانب سلبية مثل الانبعاثات الملوثة للبيئة. أكسيد الكربون مثال: ثاني أكسيد الكربون CO2 وأول أكسيد الكربون CO. أضرار: تسبب أكسيد الكربون في رفع درجة حرارة الجو CO2، وتسبب أول أكسيد الكربون في أضرار بالغة للإنسان. أكسيد الكبريت مثال: ثاني أكسيد الكبريت SO2 وثالث أكسيد الكبريت SO3 وهي غازات حامضة. أضرارها: تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشآت اللي هي المبات. أكسيد النيتروجين تتولد عادة أثناء حدوث البرد وهي غازات سامة وحامضية. أضرارها: تسبب تهيج الجهاز العصبي والعين. احتراق الفحم والأنياف السيلولوزية مثال: احتراق الفحم احتراق الأنياف السيلولوزية لوزية الورق السجائر. أضرارها: تسبب تلوث الهواء بمواد سامة وتسبب سرطان الرئة. الوحدة الثانية الدرس الأول: القوة الأساسية في الطبيعة.
يوجد ثلاث أقسام رئيسية للقوى الأساسية في الطبيعة، هي قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، قوة النووي. مفهوم القوة: تعريف القوة هي مؤثر يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو العكس. أولا، القوة الجاذبية نشاط يوضح قوة جذب الأرض للأجسام. أحضر مجموعة من الأجسام المتدرجة في القطن، ولتكن 1 كيلو جرام، 5 كيلو جرام، 10 كيلو جرام. وضعها على الأرض، وحاول رفع القطن من الأرض ووضعها على المنطقة أو المكتب، بدءا بالكتلة الأصغر وانتهاء بالكتلة الأكبر. الملاحظات: نحس بصعوبة في رفع الكتل كلما زادت. التفسير: تجذب الأرض الأجسام التي مركزها بقوة تسمى وزن الجسم، وتزداد هذه القوة بزيادة كتلة الجسم. الاستنتاج: الشغل المبذول لرفع جسم ما بزيادة كتلة الجسم. ثانيا، القوة الكهرومغناطيسية. المغناطيس الكهربي أداة تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة مغناطيسية. تطبيقات التكنولوجية للقوة الكهرومغناطيسية مثل المولد الكهربي، جهاز يحول الطاقة الميكانيكية لطاقة كهربية، الدينامو المحرك الكهربي، جهاز يحول الطاقة الكهربية لطاقة ميكانيكية، مثال المحرك الموجود في المروحة والخلاط. ثالثا، القوة النووية. اكتشف الإنسان نظارة تخزن قدرا هائلا من الطاقة في النووية، وأمكن استخراج تلك الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية والعسكرية. وتلك الطاقة الهائلة يصاحبها قوة تسمى قوة نووية، وتم تقسيمها إلى قوة نووية ضعيفة تستخدم في الحصول على العناصر المشعة والإشعاعات المستخدمة في الطب والبحث العلمي والصناعة. القوة النووية القوية تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية وكذلك في الأغراض العسكرية. القوة النووية الضعيفة، القوة المسؤولة عن الحصول على بعض العناصر الأشعة والإشعاعات. القوة النووية القوية، القوة النووية مسؤولة عن ربط مكونات النووية ببعضها. الدرس الثاني، القوة المصاحبة للحركة. أولا، القصور الذاتي. هي خاصية مقاومة الجسم المادي لتغيير حالته من حيث السكون أو الحركة بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة التغيير من حركة. ثانيا، الاحتكاك. عندما تقود دراجة بسرعة وتريد إبطاء سرعة أو إيقافها، فماذا تفعل؟ تقوم بضغط الفرامل فتتوقف الدراجة. التفسير: الاحتكاك بين الجسم المتحرك مع الأرض أو الهواء أو الوسط المحيط يولد قوة ضد الحركة تقاوم الحركة. قوة الاحتكاك، القوة المقاومة للحركة والتي تنشأ بين سطح الجسم المتحرك وسطح الوسط الملامس له. فوائد الاحتكاك: تمنع انزلاق الأقدام عند السير، تساعد في حركة السيارات وإيقافها. أضرار الاحتكاك: بسبب الاحتكاك فقط جزء من الطاقة الميكانيكية بسبب تحولها لطاقة حرارية. 2. الحركة المتولدة عن الاحتكاك تسبب سخونة وأجزاء من الآلة وتبددا بما يؤثر على عملها، وتسبب تآكل أجزاء من الآلة وتتلفها. ثالثا، القوة داخل الأنظمة الحية. القوة داخل الأنظمة الحية القوة التي تحافظ على بقاء وحيوية الكائنات الحية. أمثلة: 1. انقباض وانبساط عضلة القلب. 2. النبض داخل الأوعية الدموية. 3. انتقال السوائل ونفاذها عبر المسام وجذع الخلايا من التركيز الأقل إلى التركيز الأعلى. 4. انقباض وانبساط العضلات لتحرك أجزاء الجسم. الدرس الثالث، الحركة. أولا، مفهوم الحركة النسبية. عندما تتحرك سيارتك في نفس اتجاه حركة سيارة أخرى فإن سرعتها بالنسبة لك تكون أقل من سرعتها الفعلية. طب وإذا كانت سرعة سيارتك مساوية لسرعة السيارة الأخرى فإنها تبدو لك ساكنة. وعندما تكون سيارتك والسيارة التي بجوارك في حالة سكون فإنك تشعر بأن سيارتك تتحرك إلى الخلف عندما تتحرك السيارة الأخرى للأمام، بينما نشعر بأنها تتحرك إلى الأمام عندما تتحرك السيارة الأخرى للخلف. الحركة النسبية
تغيير موضع الجسم أو اتجاهه بمرور الزمن بالنسبة للنقطة المرجعية. النقطة المرجعية نقطة ثابتة تستخدم في تحديد موضع الجسم أو وصف حركته. ثانياً، أنواع الحركة. تنقسم الحركة إلى عدة أنواع من الحركة الدورية والحركة الانتقالية. الحركة الدورية: الحركة التي تقرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. مثال: حركة اهتزازية مثل حركة بندول الساعة، وحركة دائرية مثل حركة أذرع المروحة وهي تعمل، وحركة موجية مثل حركة موجات الماء والتي تظهر قطع تلفلين على سطح الماء المهتز. الحركة الانتقالية: الحركة الانتقالية حركة يتغير فيها موضع الجسم بالنسبة للنقطة المرجعية ثابتة من موضع ابتدائي إلى موضع نهائي. مثال: حركة القطار وحركة السيارة وحركة الدراجة. ثالثا، تطبيقات على الحركة الموجية: البرق والرعد. يسبق الأمطار البرق والرعد، ولكننا نرى البرق قبل سماع صوت الرعد رغم حدوثهما في وقت واحد. ينتقل صوت الرعد إلينا في صورة موجات ميكانيكية صوتية، بينما ينتقل صوت ضوء البرق إلينا في صورة موجات كهرومغناطيسية ضوئية. موجات الميكانيكية تتميز بأنها اهتزاز الجسميات الوسط المادي. 2- تحتاج لوسط مادي للنقل خلاله. 3- سرعتها قليلة نسبيا. مثال: موجات الصوت، موجات الماء. موجات كهرومغناطيسية تتميز بأنها مصاحبة للقوة الكهرومغناطيسية. 2- تنتشر في جميع الأوساط المادية والغير مادية، سرعتها كبيرة جدا. مثال: موجات الضوء وموجات اللاسر وموجات الإذاعة والتلفزيون والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء. ثالثا، القوى النووية. اكتشف الإنسان نظارة تخزن قدرا هائلا من الطاقة في النووية، وأمكن استخراج تلك الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية والعسكرية. وتلك الطاقة الهائلة يصاحبها قوة تسمى قوة نووية، وتم تقسيمها إلى قوة نووية ضعيفة تستخدم في الحصول على العناصر المشعة والإشعاعات المستخدمة في الطب والبحث العلمي والصناعة. القوة النووية القوية تستخدم في إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة النووية وكذلك في الأغراض العسكرية. القوة النووية الضعيفة: القوة المسؤولة عن الحصول على بعض العناصر الأشعة والإشعاعات. القوة النووية القوية: القوة النووية مسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها. الكوكبات أجسام فضائية. كواكب المجموعة الشمسية: الكواكب الداخلية الصغيرة هي الكواكب الأقرب إلى الشمس، تشمل عطارد، الزهرة، الأندرومدا. الكواكب الخارجية العملاقة هي الكواكب البعيدة عن الشمس، تشمل المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. جميع الكواكب الداخلية لها غلاف جوي ما عدا عطارد. الكواكب الخارجية العملاقة تتميز الكواكب الخارجية بوجود عدد كبير من الأقمار. اختلاف عقد الجاذبية على أسطح الكواكب. أثبت إسحاق نيوتن أن أي جسمين في الفضاء بينهما قوة جاذبية على كتلة الجسمين، المسافة التي تفصل بينهما. وأثبت أن كل الكواكب تدور حول الشمس،
بفعل جاذبية الشمس لها. التلسكوب من أهم الأجهزة التي تستخدم في التعرف على الأجرام السماوية، يوجد منه أنواع كثيرة أهمها التلسكوب العاكس والتلسكوب الكسر. الأحماض، الأحماض هي مواد تتفكك في الماء وتعطي أيونات هيدروجين موجبة H. خواص الأحماض: لا طعم ليس، تحول لون سودة عباد الشمس إلى اللون الأحمر بسبب وجود أيون الهيدروجين H. حمض الكبريتيك H2SO4، حمض الكربونيك H2CO3، حمض النيتريك HNO3، حمض الفوسفوريك H3BO4، حمض الهيدروكلوريك HCl، حمض البروميك HBr. الأحماض المعدنية تبدأ صياغتها الكيميائية بالهيدروجين مرتبطا بإحدى المجموعات الذرية السالبة ما عدا مجموعة الهيدروكسيد مثل حمض الكبريتيك H2SO4 أو حمض النيتريك HNO3. وقد يرتبط الهيدروجين ببعض كتلة الأرض. تعتبر كتلة الأرض أكبر كتلة فيها المجموعة الداخلية الكواكب المجموعة الشمسية. خصائص كوكب الأرض: أولاً الغلاف الجوي، يحيط بكوكب الأرض غلاف جوي يتكون من 21% أكسجين، 78% نيتروجين، 3% ثاني أكسيد القارون. الغلاف الجوي خليط من الغازات يحيط بالكرة الأرضية. أهمية الغلاف الجوي للأرض: يتكون الغلاف الجوي من غازات لها أهمية كبيرة مثل غاز الأكسجين، تستخدمه جميع الكائنات الحية لإتمام عملية التنفس. 2- يساعد في عملية الاحتراق الوقود. غاز النيتروجين يخفف من تأثير الأكسجين في عمليات الاحتراق. 2- يساعد في تكوين المواد البروتينية. غاز ثاني أكسيد الكربون تستخدمه النباتات الخضراء في عملية البناء الضوئي لتكوين الغذاء لجميع الكائنات الحية. 3-2 يساعد الامتداد العظيم للغلاف الجوي في الفضاء على احتراق الملايين من الشعب التي تسقط على الأرض احتراقا تاما قبل أن تصل إلى سطح الأرض. أما النيازك فإنه يبطئ من سرعتها العالية ويحرق جزءا منها قبل أن تصطدم بسطح الأرض. 3- تحدث في الغلاف الجوي ظواهر الطقس والمناخ مثل حركة الرياح وتساقط الأمطار وذلك لإتمام دورة التنمية. 4- يساهم في الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة للأرض. 5- يحتوي الغلاف الجوي على طبقة الأوزون التي تحمي الكائنات الحية من الأشعة الفوق البنفسجية الضارة، ولولا هذه الطبقة لهلكت الكائنات الحية على الأرض. طبقة الأوزون هي الطبقة في الغلاف الجوي للأرض تحمي الكائنات الحية. 2- الغلاف المائي للأرض تمثل نسبة الماء حوالي 17%. أهمية الماء: 1- تستخدم النباتات في عملية البناء الضوئي. 2- يدخل في تركيب الدم وإتمام عملية الهضم. 3- درجة مناسبة درجة حرارة مناسبة. ما النتائج المترتبة على وجود الأرض في الترتيب الثالث بعدا عن الشمس؟ يجعل درجة الحرارة مناسبة ليلا ونهارا لاستمرار حياة الكائنات الحية على سطح الأرض. 4- الجاذبية: أهمية الجاذبية الأرضية ثبات واستقرار الأشياء والكائنات الحية على سطحها. استقرار الغلاف المائي في مكان وعلى سطح احتفاظ الأرض بالغلاف الجوي المحيط بها. التركيب الداخلي للكرة الأرضية: 1- طبقة القشرة، الطبقة الخارجية، طبقة خارجية خفيفة نسبيا يتراوح سمكها بين 68 كيلومتر. 2- طبقة الأشعة، الطبقة المتوسطة، طبقة صخرية يبلغ سمكها 2885 كيلومتر. طبقة اللب، الطبقة الداخلية، وينقسم إلى اللب الخارجي وهو طبقة من الفلزات توجد في حالة متسحرة يبلغ سمكها حوالي 2100 كيلومتر. اللب الداخلي هو طبقة صلبة غنية بالحديد والنيكل ويصل نصف قطرها إلى حوالي 1350 كيلومتر. طبقة اللب الأرض الطبقة الأرضية التي تتكون من جزء خارجي منسحب وجزء داخلي صلب. الأكاسيد، الأكاسيد تنتج من ارتباط الأكسجين بالعنصر سواء كان العنصر فلز أو لا فلز. أمثلة: أكسيد الصوديوم Na2O، أكسيد الألمونيوم Al3، ثاني أكسيد الكربون Co2، ثالث أكسيد الكبريت SO3، أكسيد الكالسيوم Ca0، ثاني أكسيد الكبريت SO2. الأملاح، الأملاح تنتج الأملاح من اتحاد أيون فلز موجب أو مجموعة ذرية موجبة مع مجموعة ذرية سالبة أو أيون لا فلز سالب ما عدا الأكسجين.
توجد أملاح ضمن مكونات القشرة الأرضية أو الذئبة في البيت. تختلف الأملاح عن بعضها في الطعم واللون والرائحة وفي درجة ذوبانها في الماء. أملاح تذوب في الماء: كلوريد الصوديوم، ملح الطعام NaCl، كبريتات البوتاسيوم K2SO4، نترات الكالسيوم CaNO3 الكل 2، كبريتيت الصوديوم Na2S، أملاح لا تذوب في الماء: كلوريد الفضة AgCl، يوديد الرصاص PbL2، كبريتات الرصاص PbSO4، كربونات المغنيسيوم MgCO3. صخر الجرانيت هو صخر ناري جاف جوفي لونه وردي أو رمادي. ترى المعادن المكونة له بالعين المجرد: خشن الماس، صلب يصعب كسره وليس فيه به فوجان. موجود في مصر وفي شبه الجزيرة سيناء والصحراء، ويتكون من معدن الكوارتز والفلسبار والميكا. صخر البازالت صخر ناري بركاني سطحي داكن اللون، لا ترى مكوناته بالعين المجرد، ناعم ملمس به فوجان. يوجد في مصر في أبو زعبل وأبو رقوش، ويتكون من معدن الألوليفين أو البيروكسين والفلسبار. ثانيا الصخور الرسوبية. الصخور المتكونة من تسلق طبقات الرؤوس تغلف حوالي 75% من سطح الكتلة الصلبة للأرض. تمثل الصخور الرسوبية حوالي 5% فقط من الحجم الكلي الصخور القشرة الأرضية، وتغلف حوالي 75% من سطح الكتلة الصلبة للأرض. تتكون الصخور الرسوبية على 3 مراحل متتالية، هي التفتيت والتحلل، النقل والترسيب. كلما ازداد الضغط الواقع على طبقات الصخور الرسوبية ازداد تمسكها. أمثلة الصخور الرسوبية: الحجر الرملي والحجر. الوحدة الثانية الدرس الأول: القوة الأساسية في الطبيعة. يوجد ثلاث أقسام رئيسية للقوة الأساسية في الطبيعة، هي قوة الجاذبية، قوة الكهرومغناطيسية، قوة النووية. مفهوم القوة: تعريف القوة هي مؤثر يغير أو يحاول تغيير حالة الجسم من السخون إلى الحر أو العكس. أولا القوة الجاذبية، نشاط يوضح قوة جذب الأرض للأجسام. أحضر مجموعة من الأجسام المتدرجة في القطر ولتكن 1 كيلو جرام، 5 كيلو جرام، 10 كيلو جرام.